تمر ميليشيا الحوثي والمخلوع في اختراق الهدنة في فرضتنهم والمناطق القريبة من الفرضة، حيث تقوم باستهداف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وعمليات القنص المستمرة، والتي يسقط بسببها في كل لحظة ما بين شهيد وجريح. ورغم هذا كله يلتزم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالهدنة وعدم اختراقها. تم استهداف أحد أفراد المقاومة الشعبية وهو في المواقع الأمامية المرابط، يعني ملتزم بالهدنة، وميليشيا الحوثي قامت بخرق الهدنة، قامت ضربته بالقناصة هنا حتى خرجت من هنا، وقمنا احنا تحركنا بالعربة لكي نسعفه، قاموا ضربوا علينا بالقناصة والعيارات، شغلوا العيارات كامل علينا، يعني وهي هدنة الدنيا هدنة، لا يلتزموا بأي هدنة، ضربوا العربة وضربوا ومنذ بداية الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة استشهد ما لا يقل عن 40 شهيدا وأكثر من 120 جريحا بقذائف وصواريخ الميليشيات الانقلابية. المقاومون أكدوا أن صبرهم لن يطول كثيرا وأن الرد سيكون قاسيا وعنيفا، وعلى ميليشيات الحوثي والمخلوع ألا تختبر صبر هؤلاء الأبطال. احنا نفض صبرنا الآن، وما بين وقت وآخر يسقط منا جريحا وشهيد، وبل الحوثيين يخترقون الهدنة منذ 3 أسابيع، منذ بدأت الهدنة تخترقون الهدنة ويسقط منا جريح وشهيد. ما بين الحين والآخر تخترق ميليشيا الحوثي والمخلوع الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في فرضة نهم وفي كل الجبهات، ولكن الأبطال المرابطون في هذه المواقع وفي الفرضة نهم يرسلون رسالة للمتحاورون في الكويت مفادها أن للصبر حدود. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، فرضة نهم، شرق صنعاء.